الله. وبالبردة نعود في هذه الليلة الكريمة ونحن في مستهل عام هجري جديد، ومعنا هذا الصوت العذب الجميل الذي يجدو بأصدق الكلمات وبصدق الأداء فتخرج فتصل إلى القلوب. الله يعني بحييك محمود على إحساسك، ربنا يتقبل. لأن أنا الحقيقة بلتقي بناس كتير وبسمع أصوات كتير، لكن الحقيقة أنت صوتك يصل إلى القلب. ربنا يجبر بخاطرك ويبارك فيك. هذا حال الكلمة، وإذا كان هناك يعني نعمة من ربنا، وإن هذا الإحساس وصل لحضرتك وأتمنى أن يصل إلى السادة المشاهدين، فهذا ببركة حال الكلمة ومن قال الكلمة وأصحاب الكلمة، وقبل كل شيء من قيل فيه الكلمة صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام.